طلبوا النجدة من طيب اوكي تمام، ناس ابو جبيه طلبوا النجدة، قالوا من الحكومة المركزية تجي اسمه تجي في الكلام المشاكل ده. طبعا زي ما ذكر امبارح طبعا فيه كمية بتاعت نازحين. اوي السودان ده يا جماعة نحن اتكلمنا فيه قريب سنتين ولا ده قريب سنتين ونص، ها بنتكلم فيه والكلام ان احنا بنتكلم الناس تاني بترجع. هاي يا جماعة هسي ها الزمن ضيق، خلوا القديم ده يا جماعة، اخذ من اللايف ده بس، اخذ من اللايف ده حسي ده بس، ركز معي عشان تاني اللايف ده تاني بقفله، انا واثق انا متاكد تاني بقفله بحجم، لانه هجوم ايام عندي ثلاثة يوم كده في هجوم ثقيل في اللايف ما بيخلوا اللايف يشتغل. في تطبيق كده انا هربطه ان شاء الله، في تطبيق كده بربط عليك مع الصفحة دي بخليه يشتغل ان شاء الله، بيحمل هجوم. طيب اول حاجة عندك ركشة بيو، عندك زيت اتش بيو، عندك بيتين بي واحد، السلاح موجود، كتر سلاحك تموت تخلي الزيت اس وتخلي الركشات وتخلي الاربات اللي عندك دي، والله القروش اللي عندك الزول اللي قاعد في امريكا اسمع الكلام ده كويس، لانه انت زول غبي ما بتفهم، جزء من الناس، انا قصدي ما كل الناس، تحيه للناس الراكزين منتي ليه يوم الليله عندهم سلاحهم ودعموا ووقفوا مع الجروبات الكبيره، تحياتنا لكم يا جماعه. ما تقول انا والله شردت وخلاص انا قاعد برا، والله اقسم بالله العظيم يوم من الايام يجي كان عندك جنسيه بيشيلوها منك، بقول لك اسمع امشي، الاتحاد الاوروبي وكل العالم الغربي بقول لك المهاجر الجا اللي استلم جنسيه يتجنس معانا لو عمل مشكله كبيره ينزل منه الجنسيه، لكن انت سوداني لو عملت مشكله يا كتالوج يا سجنوك سجن معبد يا دفعوك دية ولا حاجه، لكن في زول بقول لك نزع منك الجنسيه، انت سوداني في زول بقول لك نزع منك الجنسيه السودانيه، انت تتشرف بانك انت اخذت الجنسيه من الدول الغربيه؟ اوي هلا هلا لجد انت خير بلدك ده ما عندك، انت معروف سوداني ليوم الدين تموت جد 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 جدا مدفون في السودان ده وانت سوداني. الان نحن في حاله احتلال يا جماعه، الناس يا جماعه يشيروا باكبر نطاق ممكن، واهم حاجه الملصقات، شفت الايادي الكبيره كبيره دي؟ شوف انا بعرف الناس دي بعدين براجع اللايف وبضرب لهم الناس دي في بروفايلاتهم عديل، بدق لهم بالماسنجر بشكرهم بعدين الناس اللي قاعدين يعملوا الملصقات دي، تحياتنا لهم. اللايف ده يا جماعه حقي انا شغال، انا ما شغال لك انت يا جماعه، الفات ده كله خلوه حسي ده، اشتري سلاحك والسلاح موجود، اي قريه الناس اللي ما عندهم قروش بنشيلهم فيها حضورنا هنا، نحن بنعرفهم، لكن زول عنده قروش في الاتحاد الاوروبي في امريكا في السودان عنده قروش، عندك بيتين بي واحد والله بقتلوك بشيلوا البيوت، والله بقتلوك قسما بالله بقتلوك وبشيلوا البيوت، والله والله واي تاجر اسمع الكلام ده رساله للتجار والعساكر القاعدين، رساله للتجار والعساكر بتاع القوات المسلحه والقاعدين في الدعم السريع وانتم اولاد الغبش، ها والله في النهايه تطردوا زيك واهلكم لو قتلهم، والله يطردوكم حتى لو من الشمال يطردوكم زيكم وزي اي نفايات ويدوكم في النفايات، والله يطردوكم، والله يفصلوكم من القوات، ولا تعيشوا عبيد واذلاء وحقيرين، الله جد تتكلموا كيف اي زول قاعد في القضايف في القضارف وفي الخرطوم وبتاع، والله دارفور لو ما ثبتت اقسم بالله والجنجويد احتلوا البلد واحتلوا الخرطوم والله وكثروا اهلك في دارفور ودارفور ما ثبتت، والله تنطرد خيرا معسوف عليك، والله يطردوا الجنوبيين فاتوا باحترام بكل احترام وباتفاقيه بتاع السلام بتاعت نفاشه وانفصلوا، وبرضه الناس اللي كانوا قاعدين في الخرطوم طردوهم طرد، قال لهم لا لا نزعنا منكم جنسيه وما عندكم اي حق، والبشير قال لهم ما عندكم اي حق ثاني، تخيل اخوانك الجنوبيين اللي كانوا قاعدين معك في الخرطوم لما انفعتوا دارين يصوتوا في جنوبيين كثير بس مواليه هنا وخليه يقول لي انا كذاب، قاموا لما انفعتوا دارين يصوتوا في جنوب السودان اسمع الكلام ده كويس، خلوا بيوتهم هنا ابوا يبيعوا، وفي ناس باعوا بيوتهم ورفعوا كرنجلي، لما انفعتوا جنوب السودان لما صوتوا للانفصال وتم انفصال الجنوب من الشمال، لما تم الانفصال البشير الطوالي نزل قرار قال اي زول ما عنده حق ما بيتك، انت عارف البيوت باعوا وين؟ باعوا وين انت عارف؟ باعوا في الرم، باعوا في بوط، باعوا في جلحاق، لانه انا مشيت الجنوب وكنت قاعد في الجنوب وبعرف الجنوب كويس، والله باعوا بأبخس الأسمان، ما
تقول لي انا قاعد في القضارف ولا قاعد في كسلة. والله دارفور لو ما وقفت معاه ودارفور وقفت برجولة على رجولة، والله الجنجويد لو احتلوا البلد قسما بالله يقول لك اهلك في دارفور طلطنام، وقوم من هنا خيرا ما سفن عليك وهق مارك، ما عندك اي وطهي نظف. يلا حسي عندك حق المواطنة تسكن في أي محل، الشمال يسكن في دارفور والدارفور يسكن في الشمال وتسكن في أي محل، لكن والله الرقعة الجغرافية اللي بتمثلك لو ما ثبتت والله يطردوك وخيرا ما سفر عليك. أي دول يعمل لنا 10 مرصقة قبل شوية الله فيه 900 نفر زي حسي 900 نفر ده والله يفضل ضرب. والله اسمع الكلام ده كويس، وفي أخونا قاعد في الخرطوم، قاعد في الخرطوم وشغل لايفات، بعد ان احنا اشتغلنا اللايفات وحرك مشاعره ومشاعر ناس كثير اللايفات دي وصلت لهم جوا بيوتهم وعرفوا اخواننا الشماليين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا زي ما ذكرت عامز قلت لكم انا ما عندي معكم مشكله، لكن كرهت الموضوع بتاع اوروبا وحميه مزيفه كرهتها، لكن انا ما عندي معك مشكله صح؟ في قطط سمان هناك حاكمين، والان ثاني عشان تعرفوا الناس ما عندهم دين وما عندهم اخلاق وتعرف انه دري جوا، وبرضه حتى اهلك اهلك ذات دري جواهم بكره دري يقفلوا المينا. رايك شنو؟ بموافقه بتاعت القطط السمان اصحاب الكروش المكان ديريك في المينا بتاعت بورصه عشان يجوه، وحتى الادويه المهمه جدا ها الله يفزع يا جماعه حسي بقفلوا بقفلوا يا جماعه، حتكون مقطوعه حتكون مقطوعه. رجعوا تاني للسيناريو بتاعت كم يوم ده، اوي الله يا جماعه قيفوا. نحن يا جماعه قلنا الناس الساكنين معانا زمان بين قوسين الناس الزمان الزمان في دارفور الساكنين معانا، امرقوا يا جماعه قولوا كلمه حق، زي اخوتنا قاعده معانا هنا يوميا تجي تطلع وتقول كلمه حق، قولوا كلمه حق. الناس الجايين من تشاد وجايين من سنتر افريقيا وجايين من وين دير ما احلكم، ما في حاجه اسمه بني جلدتي ولا ابناء امومتي ولا بتاع، ابناء امومتك بتاعت شنو؟ هو قاعد في دوله ثانيه شايل الجنسيه، انت قاعد في دوله ثانيه شايل الجنسيه، ما عندك معه علاقه، ما في حاجه يلمك معه، ما في شيء يلمك معه، الخوه بس خوة بس كشعبي. نحن في الكرة الأرضية دي نحن كشعوب قاعدين بس تمام؟ صومالي يقعد في الصومال، أسوبيا يقعد في أسوبيا، السودان يقعد في السودان، تشاد يقعد في تشاد، نيجر يقعد في النيجر، نحن كشعوب كده نتعرف كشعوب بس، لكن ما ممكن تجد من دولة لدولة تقول ده بني جلدتي، لا ده أولاد أمومتي ويجيب ويغلغلوك أنت، أنت عارفين يا جماعة الآن أنتوا تقولوا نحن القوة معانا لانه انا قلت لكم في ناس كثير والله ما عندهم علاقه بالاسلام ولا انتم مسلمين ذاته ولا عندهم علاقه بالاسلام. الدليل على ذلك لانه انتم لو مسلمين بتقروا التواريخ قبل كده، فرعون قال انا الله السيطر في الارض ويجبر لبني اسرائيل وطلع ميتين ابو اهلهم، انتصروا ولا ما انتصروا؟ انتصروا، الله نصرهم. انت لو مسلم مقتنع بالكلام ده يو ان احنا مستضعفين اسف لكن احنا شوكتنا بتتقوى وهننتصر، هنسوي فيك شنو يعني؟ هنطبق فيك طبقته فينا يعني؟ انت ما تفتكر انك انت يوم انت متمكن هسي اكثر مننا وعندك القوه، يعني احنا برضه هسي رويد 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 قاعدين نملك القوه، ولو الموازين دي قلبت هوي في ناس ان احنا شويه كده قلوبنا لينا، لكن في ناس من اهالي لو انا اتكلمت قلت الزول ده ما نتبله ببلوني انا ذاتي. فانت الكلام ده اخير تعمل له حساب، اقرا التاريخ، اقرا هتلر، اقرا فرعون، اقرا الامم السابقه الناس اللي اتجبرت والتواقيت وينهم؟ شوف غزافي وين؟ شوف نايدا اسمه منو بتاع نايدا بتاع العراق وينهم؟ شوف اي الناس التواقيد وينهم؟ والله العظيم انت وحميدتي وموسى هلال وسافنا وخير وغير غيره، والله والله مش لو فكوا من سجن، والله العظيم يوم من الايام ما بيغطي لك. ونحن شويه شويه الكلام ده شويه شويه، تعرف انت اقرا الشعار ده الكلام ده هسي بيخش في وجدان ناس كتير، والكلام بتاع مرنا ده حرك ناس كتير، حتى نبسنا اهلنا بني جلدان ده نبسناهم في مرنا قلنا لهم تطفوا ولا شنو؟ امبارح في لايف احنا نبسناهم. والله الكلام ده بكون كعب معك. بكون صدام حسين ايوه تحياتنا لك. والله الكلام ده في المستقبل بكون كعب. بكون كعب، والكلام ده حصل في رواندا، يا جماعه كده صلى على النبي، يا جماعه باركوا، يا جماعه باركوا. في جزء من الرواندين اصبحوا قليل الادب لما انطهروا في الميدان 2 مليون ودقداق بعد ذاك حتى انجبعدوا، انت دايرها كده؟ ما تفتكر انك انت تملك القوه بس، الناس القاعدين عندهم بيوت في الخرطوم، عندهم بيوت في نياله في الفاشر باعوا قاعدين من 2003 و4 و5، في ناس رفعوهم في امريكا، في ناس قطعوا سيره فاتوا اسرائيل، في ناس قاعدين في اوروبا، الناس دي عندهم الاف المؤلفه. آلاف المؤلفة من اليوروهات ومن الاسترليني ومن الين الصيني ومن القروش، عملة صعبة. الناس دي بتملك سلاح وبتملك القوة.
قبل كده الحركات المسلحه كان عندها قوه، لكن عشان القادات الوسخين العفنين هؤلاء المعفنين الجسم، لو ما هم كان اتوحدنا زي وحده بتاع الدكتور خليل. وكده انت والله طوط ما تقول، لكن احنا عندنا اخلاق وعندنا ادب ونحترمك ونخطك في راسنا، لكن انت ما عندك دين، انت ملكت القوه، انت بتقدر تفرض علينا سيطرتك. لكن والله انا شايفني زي الكعبه اللي قدامك ده، والله انا عندي رحمه في قلبي اقسم بالله، لكن من اهلي والله في ناس ما عندهم رحمه في قلبهم، زي ما طبقوا ما بقول لك هاي احمد ما تتكلم عن رحمه، انا ذاتي بقتلوني انا ولدهم.